خاص جدا ومميز في ضيافة واحد من المناضلين السودانيين الأشاوس في أرض الملك، مدافع عن القضية السودانية وعن الشعب السوداني وعن القضية الإفريقية بشكل عام في الولايات المتحدة، وهو رجل غني عن التعريف، الأورو تانوت آمون جريس، ويعتبر من أعمدة المركزية الإفريقية في وسط المثقفين السودانيين. أنا لي اليوم عظيم الشرف إني أكون في استضافة في منزله، وعاوز أجري معاه بعض الحوار، وهو ينورنا كمان عن رؤيته للنضال والقضية السودانية بعيون إفريقية خالصة. فبنقول للأورو تانوت آمون جريس ماسكارني هيكرفي. نحن الليلة فرحانين شديد إن نكون في بيتك العامر، وعاوزين نبتدي الحديث معك ونسألك عن إحنا بنسمع كثير عن في الأوساط الأخيرة، في الآونة الأخيرة بالذات بعد ما حصلت الاستنارة، سمعنا عن مصطلح البان أفريكانيزم وحركة البان أفريكانيزم في السودان، وجينا هنا كمان لقيناكم في مشروع أكبر اسمه المركزية الإفريقية والأفرو سنتريسيتي. فنحن عاوزينك تكلمنا عن المشاريع دي وعن رؤيتكم ليها ومسيرة النضال اللي انتم ناضلتوها هنا، يعني لحد ما اكتسبتوا هذا الوعي. يعني ناضلنا مع السودانيين الموجودين بالسلام، وتحية للجميع حكومة الأخوان المسلمين. شكرا لك أورو نوبنتود، أنا مجهود كل واحد أخذ مجهوده في العمل العام. بخصوص المركزية الإفريقية، أنا فهمي للمركزية الإفريقية من خلال أساتذتي الأفريكان أمريكان زي بروفيسور موليفي كيتي أسانتي ودكتورة آما مزامة، وقبلهم أستاذنا وشيخنا الكبير الشيخ أنتا ديوب السنغالي، وبرضو قبله ناس دكتور جورج جيمس ودكتور تشانسلر ويليامز ودكتور يوسف بن، ديل كلهم أساتذة في مدرسة المركزية الإفريقية. المركزية الإفريقية هي فكرة ببساطة شديدة إنه الإنسان الإفريقي يعاين للدنيا وللعالم بعيون إفريقية، ما بعيون أوروبية ولا بعيون آسيوية، يعني دون الالتفات لأسمانا الآسيوية مثلا شايلينها أو أسمانا الأوروبية شايلينها، لا، نحن ننظر لكل الدنيا بعيون إفريقية. المركزية الإفريقية أفروسنتريسيتي هي ما رد لليوروسنتريسيتي أبدا، لكن المركزية الإفريقية هي الثقافة الإفريقية البنت الإنسان الإفريقي بنى به الحضارة في وادي النيل، الحضارة النوبية، الحضارة المصرية، حضارة وادي النيل. نحن لما نقول حضارة وادي النيل الشعوب كثيرة بتشترك معنا، ما بس يعني النوبة السودان، نحن لما نقول النوبة نحن بنقصد السودان، لأنه الاسم اتغير من النوبة للسودان يعني في فترة بسيطة. المركزية الإفريقية زي ما قلت ما رد للمركزية الأوروبية، لكن هي الثقافة البنينا بها كشعوب إفريقية، بنينا بها حضارتنا، فيها كل الثقافة، فيها كل الديانات، وفيها الآلهة، وفيها نظرتنا للعالم كان كيف. نحن بنعتقد تماما إنه الحضارات البشرية في عمودين لحضارات البشرية، العمود الشمالي والعمود الجنوبي، أو Northern Cradle و Southern Cradle.
العمود الشمالي هو المركزية الأوروبية اللي أنتجت الثقافة الأوروبية، بتبتدي من حضارة الجريك اليونان والحضارة الرومانية. المدرسة المدارس الآسيوية زي مثلا الثقافة العربية هي بنت الحضارة الرومانية، يعني هي بتنسب للحضارة الرومانية لأنه ما في مركزية حاجة اسمها مركزية عربية أو مركزية هندية أو كده، في مركزية أوروبية وفي مركزية إفريقية. في المركزية الإفريقية أساتذتنا الكبار ديل اللي ذكرناهم ديل وضعوا لنا نظرة كيف طريقة التفكير بتاع الإنسان الإفريقي. الإنسان الإفريقي لما يواجه العالم ويواجه الشعوب يرى نفسه إنه هو إنسان متمكن، له ثقافة وله حضارة وله نظرة للدنيا خاصة به هو. وبعدين من ثقافاتنا واختلافنا مع المركزية الأوروبية مثلا، الكور بتاع الثقافة بتاعتنا هو العمل الجماعي، المجتمع المتماسك الجماعي، الكولكتيف سوسايتي أو الكولكتيفنس. هناك عند الأوروبيين بنلقى الكور بتاع المجتمع بتاعهم، الثقافة بتاعتهم هي الانديفيدواليزم، الفردية. هما بيقولوا أنا، ونحن بنقول نحن، ما بنقول أنا. الأنا في الثقافة، ثقافة المركزية الإفريقية، هي ذنب، سن، يعني زي نابي يعني باللوبين، اللي هي الأنانية، يعني الفردية الأنانية. نحن عندنا المسألة دي محرمة تماما، وكان زمان لما كنا أصحاب نفسنا ومتمركزين في ثقافتنا، المسألة دي كانت زي يعني حاجة حرام أو عيب كبير إنك تقول أنا، آي، أنت لازم تقول نحن. بالمفهوم ده نحن قدرنا نبني الحضارة، حضارة وادي النيل. حضارة وادي النيل في المركزية الإفريقية هي نواة المدرسة الإفريقية، المركزية الإفريقية بتقوم على حضارتين، عمتين، عمودين، اللي هو عمود الحضارة النوبية وعمود الحضارة المصرية. الحضارة النوبية قديما كانت تسمى الحضارة الكوشية، كوش، والحضارة المصرية قديما كانت تسمى بالحضارة الكيميتية، كيميت. في المدرسة الإفريقية نحن بنشوف إنه النوبة هي أم كل الحضارات الإفريقية، والبنت البكر للحضارة النوبية هي كيميت، مصر. وبعدين النوبة لها بنات كتار، مثلا حضارة أكسوم وحضارة بونت وحضارة في شرق إفريقيا، وبعدين حضارة السونغي، مملكة السونغي في غرب إفريقيا، ومملكة الأشانتي في غرب إفريقيا، وممالك منوبيتوما في جنوب إفريقيا. طيب بدون مقاطعة، يعني معناها كلمة نوبة هي لا تعني بس سكان النوبة في السودان؟ يعني لا، كلمة نوبة هي كلمة كبيرة بتحني الإنسان من تمسك من الإثيوبيا، الهضبة الإثيوبية، إريتريا وجيبوتي والصومال، وبتمتد من خلال السودان لحد المحيط الأطلسي عبر تشاد، وبتمشي النيجر ومالي والسنغال وغانا، وبرضو معانا في 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 المسمى النوبة، حضارة النوبة، يوغندا وكينيا، كل مصب النهر، النهر المقدس، نهر النيل، كلهم ساهموا في بناء الحضارة النوبية دي. ده فهمنا يعني النوبة حسن يعني diverse. ايوه بالضبط، وبيشمل متعددة وبتعني الثقافة الإفريقية، ثقافة الإنسان الأسود. ونوبيا في الحضارة بتعني الإنسان الإفريقي، يعني الإنسان الأسود اللي هو كوش أو إثيوبيا أو نوبيا، كلها بتدي معنى واحد. فده رأي المركزية الإفريقية، عشان الإنسان الإفريقي يكون واقف في أرض صلبة، أرض حقته، ما يكون يتبلى على الثقافات الثانية أو الحضارات الثانية، ينتسب تارة للحضارة الأوروبية وينتسب تارة للثقافات الآسيوية، مثلا ثقافة العربية، غرب
ثقافة صحراء غرب آسيا دي نحن ديل ما من نفس المركز الإفريقي. الثقافة العربية زي ما قلنا بتنتمي للحضارة الرومانية، هي بنت الحضارة الرومانية. طيب يا عروق، بالنسبة للوضع السوداني، عشان كيف نظرة الخطاب بتاع، نحلل الخطاب بتاع المركزية ده في الحالة السودانية ابتداء من الاسم اللي انت عارف السودان الآن يعني في يعني زي ما نقول في مهب الريح، يكون أو لا يكون، فما هي مشكلة السودان الحقيقية من وجهة نظر المركزية الإفريقية؟ السودان، أنا في فهمي السودان المشكلة في كلمة السودان نفس الاسم، الاسم ذاته علة مشكلة، لأنه نحن ما سمينا نفسنا السودان. السودان زي ما أنتم بتعرفوا يعني اسم، هو اسم عربي باللغة العربية بيشير لسواد بشرتنا نحن، لكن نحن ما كنا بنسمي نفسنا كده، نحن كنا بنسمي نفسنا نوبيا وقبلها كوش. فكلمة سودان بتعني سياسيا بتعني ثلاثة حاجات، بتعني الأرض، أرض السود، أرض العبيد، الأرض اللي لسه مالكينه العبيد، الأرض اللي ما قلعناه من العبيد. أيوة، وده بيشمل كل السودانيين، كل السودانيين، لا بس انه كان في الوسط ولا في الشمال. لا، كل السودان، كل السودان في نظرة المركزية الثانية انه هم بالضبط عبيد. بالضبط ايوه. بالنسبة يعني اسم السودان، الاسم العربي ده تحليله سياسيا كده بيتفهم كده، وبنجي نشوف هسه الحروب القائمة والإبادات القائمة كلها بتورينا، بتشرح لنا الحاجة دي. يعني هسه في دارفور بيبيدوا شعوب دارفور وبيشيلوا أرضهم، جابوا شعوب تانية من إفريقيا يحلوا محل الشعب الدارفوري. فده بيوريك يعني اسم السودان الخازوق الكبير ده كان معناته شنو، واللي قاعد يحصل هسه في السودان ده كان عنوا به الناس اللي سمون السودان، كانوا بيعنوا الحاجات اللي قاعد تحصل حسي انه هتحصل سونور ليتر، لازم الارض تتاخد من السود، من العبيد. ده المفهوم كلمة سودان. نمرة اثنين، استهداف الوطن في اسمه، وبعدين طوالي بعده استهداف البشر، الناس. الناس ذاته أسماهم غيروها غصبا عن الناس. يعني زمان بعد الإنجليز ما فاتوا، ما في زول كان بيقدر يخش في مدرسة ويكون اسمه تيا كوكو أو يعني أي اسم إفريقي، ساركوتي سامر أو أدروب، فكان لزاما إنه لازم يغيروا أسماهم، أسماء لأسماء عربية. فالدولة السودانية بقت دولة متأزمة، لأنها بقت دولة أيديولوجية عاوزة تعرب بلاد السود تبقى دولة عربية. فعشان كده الدولة في منظومتها، يعني في منظوماتها، في مثلا مؤسسة الجيش والشرطة والمخابرات، المؤسسة القهرية ومؤسسة التعليم وكل مؤسسات الدولة، الأحزاب كلهم اشتركوا في إنه يحولوا الإنسان السوداني الأسود كوكوتية ساركوتي سمل أدروب، يحولوه لمحمد أحمد. دي مؤامرة كبيرة جدا وواضحة جدا. ليشنو الإنسان الأسود يبقى محمد أحمد إذا هو أصلاً هو ما من ثقافة محمد أحمد ولا بيتكلم لغة محمد أحمد؟ فدي بتوري تورط دولة السودان العربية في إنه كيف تعرب قسراً الشعوب السودانية. من المسيطر على دولة السودان؟ يعني من الثقافة العربية، الدول العربية، الأيديولوجيا العربية هي اللي بتسير دولة السودان. دولة السودان هي بقت عبارة عن، ممكن نقولنا لسه مستعمرة، مستعمرة لحد هسه. نحن مستعمرين. الثقافة العربية، الأيديولوجيا العربية، لا يعني إن نيمز في الدول، كل الدول العربية الموجودة هسه في الفضاء اللي بسموها جامعة الدول العربية أو العالم العربي، ده كله عالم افتراضي. لكن
بتمشي بأيديولوجيا الإسلامعروبية. يعني تارة لو بتتذكر النميري حكمنا 16 سنة باسم القومية العربية أو ساعدته كل الدول العربية أو المستعربة ساعدوا النميري في أنه يتمكن ويحكم الشعب السوداني. الأخوان المسلمين ناس عمر البشير بالمشروع الإسلام السياسي حكمونا 30 سنة دمروا السودان، لأنه هم في مفهومهم الأرض دي أرض العبيد وهم أسياد العبيد، هم الأشراف، هم جايين ياخدوا أرض عبيدهم. العبيد ديل حتى طوعوهم إنه أسماءهم تكون أسماء عربية ولغتهم تبقى لغة عربية. يعني أنا بتذكر ونحن أطفال صغار في أقصى شمال السودان ما كنا بنتكلم لغة عربية ولا بنعرف، حبوباتنا كان بيصلن باللغة النوبية من الإنجيل، بيصلوا الصلوات الإسلامية صلاة الخمس صلوات، لكن ما كانوا بيعرفوا حرف ولا آية ولا أي حاجة من اللغة العربية، كانوا بيصلوا باللغة النوبية زي صلوات حبوباتهم وأجدادهم بالإنجيل، كانوا بيقروا من الإنجيل. فتعريب المجتمع السوداني هو كان هدف الدولة السودانية. الدولة اتأزمت وتم ترحيلها من بلاد، يعني من بلاد النوبة لبلاد السود. يعني لأنه حس الناس بتلاحظ إنه مصر متدخلة بشكل مباشر في مصر في السياسة السودانية من فترة، يعني أيوة. ثرواتنا ماشية لمصر والإمارات، الكلام ده ربطه كيف مع مصر أصلا؟ نحن لسه مستعمرين تحت الاستعمار المصري، استعمار الخديوي. يعني الخديوي عبد الناصر عمل شارك في انقلابين بوضوح شديد، انقلاب عبود عشان يدمر النوبة السفلى، وفعلا قدر يدمر النوبة السفلى، يعني من أسوان لحد الشلال الثاني مسحه، ما في أي آثارات ولا في أي حاجة بتدل على الناس الحضارة القديمة الموجودة في المنطقة. بعد ذاك عمل انقلاب بتاع نميري عشان يغير التعليم، يعرب التعليم انه التعليم يكون باللغة العربية. فنحن كده لما نعرب لنا التعليم انقطع صلتنا بثقافتنا تماما، لانه في اللغة العربية ما في، اللغة العربية ما بتشجع ثقافات الآخرين. يعني ما في أي حاجة مكتوبة في الحضارة، حضارات وادي النيل باللغة العربية. اللغة العربية كله مشروعها تمجيد الثقافة الإسلامعروبية، فما بيكتبوا عن ثقافات الشعوب الثانية، لأنه هم يعني طرحوا أيديولوجيا إنه هم فتحوا الشعوب عشان يحضروها تبقى شعوب متحضرة، لكن دي كانت أيديولوجيا وكذب، مشروع كاذب ومشروع استعماري زي كل المشاريع الاستعمارية من أوروبا ولا من العرب، كلها مشاريع استعمارية لتفكيك ذات الثقافة الإفريقية. فأوروبا يعني زي ما قلنا بتعتمد على عمودين في حضارتها، الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية. الإفريقية بتعتمد لعمودين في حضارتها، هي يعني الحضارة النوبية والحضارة المصرية. فالحضارة الإفريقية دي اللي الكور القلب بتاع السودان ومصر دي، لو تم تفريغها استعرابها، لو عربوا السودان وهم اوريدي عربوا مصر، دي بتبقى تفكيك لحضارة الإنسان الإفريقي. يعني يخلوا الإنسان الإفريقي هلو، يعني مجوف، ما فيه كور، ما فيه زي العظم تشيل منه النخاع، بيكون حاجة يابسة وميتة ما بيكون فيها حياة. فشالوا النخاع، بيحاولوا يشيلوا النخاع من 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 الحضارة الإفريقية اللي هي قلبها السودان ومصر. تمام. طيب آخر سؤال، لأن أنت جبت سيرة مصر كثير، وفي بعض الأصوات اللي بتدعي أو بتتكلم عنها بان أفريكانيست، وفي نفس الوقت بتتكلم على إن جمال عبد الناصر as a pan Africanist leader بيحاول يقدمه لنا، فهل شايف في الحتة دي تناقض؟ لأنه دور عبد الناصر كان وعلاقته مع الحركة الإفريقية
أنا ما بشوف عبد الناصر كبان أفريكانيست أبداً. عبد الناصر حارب الحضارة الإفريقية، حارب ودمر قلب الحضارة الإفريقية، هي الحضارة النوبية، لدرجة أنه حتى سمى البحيرة الغرق بها المناطق النوبية، رفض يسميها بحيرة النوبة، مسمينها بحيرة ناصر. وبعدين دمر اللغات النوبية الكثيرة الموجودة في سواء كان في مصر ولا في السودان، وفرض اللغة العربية قسرا بالدولة. يعني هو كان قومي عربي، ما كان بان أفريقيا. أنا ما بشوفه بان أفريقيا، ما في بان أفريقيا بيدمر في مركز ثقافته، مركز حضارته، مش ممكن، مش ممكن. فعبد الناصر هو أول واحد فكك حضارة الإنسان الإفريقي، وهو نعم تعامل مع المفكرين الأفارقة، يعني بالذات مع أولاد أيوة الاشتراكيين، بالذات أولاد باتريس لومومبا، يعني طلعوهم جابوهم في مصر ومصروهم. التمصير ده دي سياسة من زمان، وحاول يمصروا قادة الآباء المفكرين في البان أفريكان بحاجات كثيرة، يعني عملية التمصير. لكن أنا هسي بشوف السودان لسه تحت الاستعمار المصري الخديوي. يعني أنا بشوف برهان وعمر البشير وعبد الرحمن سوار الدهب ونميري وعبود، ديل هم حراس لعمارة الخديوي. عمارة الخديوي هو السودان، ديل حراس للعمارة، بوابين، ديل حارسين السودان المصري. عشان كده في السودان الدولة متأزمة، مؤسسة الجيش والبوليس والمخابرات هي كلها بتأطر وبتحمي الدولة دي. يعني مش ممكن نتوقع انه الجيش السوداني او الشرطة او المخابرات السودانية يعني هي حتكون هي القائد للرجوع لمركزنا ولوعينا الافريقي، ابدا. دي مؤسسات مقعدينها عشان تحافظ على السودان المصري، عشان كده هي بتنهب. ما عندهم ولا للسودان ولا للشعب السوداني. يعني شوف مثلا صلاح قوش، المجرم صلاح قوش، رغم انه من اخوان المسلمين ومن اخطر الاخوان المسلمين، احتضنوه المصريين بعد ما انهار الثوره السودانيه، مسحت دوله الاخوان المسلمين، احتضنته الحكومه المصريه، رغم انه المصريين ضد الاخوان المسلمين في مصر. لكن لما تجي للسودان هم مستعدين، ديل حماة، ديل البوابين الحراس بتاع العماره بتاعتهم. فصلاح قوش ادى دوره، وذاك الثاني برضه العميل المشى السعوديه طاها، ده كمان برضو ودى العباس بالفهم انه هو عربي، برضو بكل شرف باع نفسه كعميل. فده بوريك الانسان السوداني هو انسان خالي من ثقافته، خالي من ذاته، انسان وصله لدرجة انه بيكره انه هو اسود، وصل لمرحلة حاجة اسمها السلف هيتريج، كراهية النفس، ودي حالة بتخش فيها كل الشعوب المقهورة. يعني السودانيين ما كلهم مقهورين، لكن الجزء المقهور بدا استعرب، بدا عربي، رغم أن في سواد سواده وشفايفه. يعني مثلا شوف عين لعمر البشير، شفايفه الغليظة، نخرته الكبيرة الإفريقية، رغم ده كله برضو مصر إنه هو عربي. ف يعني ده منافي لحقائق الأنثروبولوجيا ولحقائق كل العلوم، علم الإنسان. فنحن مشكلتنا في السودان مشكلة كبيرة جدا. يعني عشان نعيد صياغة تركيب الإنسان السوداني، ده ما حيحصل إلا إذا الفرد السوداني ما توصل، اجتهد ويتوصل لحقيقته، لثقافته، إنه عنده ثقافة وعنده حضارة وعنده كل الحاجات الموجودة عند البشر. يعني نحن هنا بعد ما جينا في أمريكا قرينا حاجات، يعني عرفنا إنه العلوم دي اتأسست في وادي النيل، علم الطب، علم الهندسة، الفلسفة، حتى الأديان، يعني عبادة الله،
يعني نحن الشعوب حضارة وادي النيل كانوا مؤمنين وبيؤمنوا بالله الواحد قبل عشرات آلاف السنين من الديانات الإبراهيمية، قبل ما تجي الديانات الإبراهيمية. فدي كلها الضغوط والقهر خلانا إنه نحن نشوف نحن ما قدمنا حاجة، بس نحن نتبع للثقافة الغازي سواء كان من أوروبا أو من العرب. تمام. سواء آخر سؤال وده بهمني جدا، أنا كلغوي أو كزول شغال في اللغات، في بعض الأصوات في البان أفريكانيزم بتكلموا على، طبعا أنت عارف إنه فريغي الآن يا إما أفرو يعني بتكلم العربية أفرو عرب فونية أو فرانكوفونية أو أنجلوفونية. أنجلوفونية. فهل هم بيقولوا نظرتهم للغات الدخيلة دي واللي أصبحت لغات رسمية في بعض في أغلب الدول أو في معظم الدول الإفريقية، هل يعني هل هم بيقولوا دي هذه غنائم حرب وهذه بجد يعني اللغة، فأنتوا نظرتكم في المركزية الإفريقية ليها ومن خلال الأساتذة وقراياتك أنت الخاصة وقراياتهم هم اليوم يعني اللغة نظرتكم للغة؟ نحن اللغة اللغة العربية كلغة ما عندنا معها مشكلة، موجودة زي كل اللغات، اللغة الإنجليزية الفرنسية الروسية الصينية اليابانية الهندية كلها لغات ما عندنا معها مشكلة، لكن مشكلة خازوق اللغة العربية في السودان بيقسم الناس وبيأطر استعراب البلد، بيقسم الناس. يعني مثلا اللغات السودانية بما فيها اللغة بتاعتنا اللغة النوبية النوبين، نحن ما عندنا المذكر والمؤنث، واللغات السودانية كلها تقريبا ما فيها مذكر، ما فيها مذكر ومؤنث أغلب اللغات. ففي دولة السود المستعربة مثلا في الميديا في التلفزيون في الراديو يمشي يتكلم واحد بيتكلم لغة سودانية نوبية سواء من دارفور ولا البيجا أو نوبة الجبال، غير بيمشي حيمشي بيأد في الكلام حيأنث المذكر ويذكر المؤنث. يعني ما حي، وهم الدولة السودانية المستعربة دي هي دائرة تخاطب ود العرب، العالم العربي المتخيل في ذهنهم، فكيف حيخاطبوهم بناس ما بيعرفوا بيأنثوا المذكر وبيذكروا المؤنث؟ فكده انت بتكون خلقت مشكلة في السودان، في بلد ما بلد عربي تفرض عليه اللغة العربية كسرا بنظام التعليم، فهذه دي مشكلة. الحروب الدائرة حسي في السودان اللي انفصل أو تحرر بسبب الجنوب والدماء السائلة بالآلاف مئات الآلاف في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق، ما هو ده السبب؟ فرض ثقافة خارجية عليهم هم على أهل البلد. السودانيين المجموعات السودانية الخرجت من الثقافة السودانية وارتحلت للثقافة العربية كسر رقبة عايزين يعربوا البلد، دي سبب المشاكل كلها. المشكلة الحروب دي الحاصلة في كل أنحاء السودان سببها في البداية هي كالتشرال جينوسايد، هي إبادة ثقافية. الدولة السودانية بتحاول تبيد ثقافتها القديمة عشان ترتحل للثقافة العربية ويقبلوها العرب، لكن ما بيحصل القبول. أنا حوريك ليه ما بيحصل القبول. إذا الثقافة يعني ببساطة شديدة، الثقافة زي حبة البصلة أو الخضار الملفوف الكابج، ليرز يعني طبقات فوق بعض، طبقات فوق بعض. البصلة لما تجي تنبت بتنبت من الكور من القلب، من قلب البصلة، ما بتنبت من القشرة ببرا. فأنت لما تكون قاعد في الكور في قلب ثقافتك بتقدر تنبت، بتقدر تخضر، بتقدر تنتج ثقافتك وإبداعاتك وحضارتك. لكن لما تطلع من الكور ده تتقلع تاني، ما بتقدر تمشي تخش في بصلة تانية في الكور، ما بتقدر، بتكون بيحصل لك شنو؟ بتكون حايم ببرا في الهامش. فبدينا شنو نحن السودانيين رضينا نحوم في هامش الثقافة العربية وننسل ونطلع نفسنا من الكور من قلب الثقافة الإفريقية.
يعني ده بتمثيل بسيط يعني. جميل، مثال جميل جدا. نعم. فاللغة بتلعب دور كبير جدا، يعني أنا اللغة والأسماء يعني هي بتلعب دور محوري ومركزي في 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 تنشئة الشعوب. يعني أنا بستغرب بلاد النوبة أو نوبيا سموها السودان، أركمانيكو تهاركو أسبلتا كوكوتية ساركوتي ساميل أدارو كسر رقبة عايزين يبقوا محمد أحمد. إذن في مؤامرة هنا، بيقصدوا شنو؟ الناس الدايرين يحولوا الإنسان الأسود صاحب الأسماء الجميلة، وفي البنات أسماء الكنداكات الأسماء الجميلة، أمني شكيدو، أمني ريناس، وهاتور وأخواته، أسماء جميلة جدا. ليه عايزين أنها تكون خديجة وفاطمة؟ هل الأسماء العربية الآسيوية أسماء بدو وغرب آسيا هي أسماء مقدسة، وأسماءنا نحن أسماء يعني مثلا كريهة أو ما مقدسة؟ ده بيوريك درجة الاستلاب، استلاب الإنسان الأسود. نحن بقينا مستلبين زي ما قلت لك قبل، جوفونا يعني شالوا الكور بتاعنا النخاع. يعني برضو هنا بديك مثل بسيط، يعني دي حاجات يعني بمجتمعنا السوداني. أخذ قصب السكر، وأخذ قصب الذرة. قصب الذرة هلو بجوا مجوف سهل جدا، بأصبعين كده بتكسره. لكن قصب السكر ما بتقدر تكسره بأصبعين، لأنه مليان عنده نخاع راتع نابت بحاجات حلوة وبحاجات جميلة. نحن كنا زي قصب السكر زمان لما أنتجنا حضارتنا في وادي النيل. حاجاتنا جوانا كان ثقافتنا وآلهتنا وحاجاتنا كل، يعني ياهو المثل البسيط بتاع قصب السكر وقصب الذرة. قصب الذرة إيزي ممكن تكسره بأصبعين، قصب السكر ما تقدر تكسره بأصبعين، مرات ما تقدر تكسره بيدين بالاثنين. ليه؟ لأنه جواه نخاع، جواه عصارة بينتج، فيه حاجة جميلة بيمسكوا hold it together، يعني متماسك. نحن كنا كده زمان لما أنتجنا حضارتنا كنا زي قصب السكر، لكن لما فرغونا من الكور بتاعنا يعني قرقرونا بقينا زي قصب الذرة، أي الهواء بيشيله بأصبعين بتكسره، وبقى ما عندنا ثقة في نفسنا لأنه بدينا محمد أحمد. مشكلة كبيرة جدا قصة تحويل الإنسان الأسود لمحمد أحمد، دي مؤامرة كبيرة جدا قايمين بها المؤسسات السودانية، الأحزاب، المدارس، الجامعات. الجامعات فيها مشكلة كبيرة جدا في السودان، السودانيين ما منتبهين لها. الجامعات بتدرس بناتنا، بالذات بيستهدفوا البنات، درسوهم الانديفيدواليزم، إنها هي قمة الحضارة البشرية، الفردانية الفردية، أنا بس. بيشيلوهم من الثقافة الكوليكتيف سوسايتي، الكوليكتيفنس، ثقافتنا الجمعية، ثقافة التعاون، ثقافة النفير، دي ثقافتنا، ثقافة اشتراكية، ما جاتنا من برا، ما جاتنا من أوروبا ولا جاتنا من آسيا. أنتج الإنسان الإفريقي ده نظام الإنتاج النوبي القديم، نظام النفير، التعاون الجماعي في الفرح وفي الكره، الناس كلها، القرية كلها بتجتمع وبتساعد بعض. هم الدولة السودانية، التعليم السوداني عايز ينقلنا من الثقافة دي لثقافة الانديفيدواليزم، ثقافة الفرد، اللي هي الثقافة بتاعت أوروبا بيسارة وبيمينة. كل ثقافة أوروبا قائمة على الانديفيدواليزم، ونحن ثقافتنا حضارتنا اللي بنينا بها حضارة وادي النيل قائمة على الكولكتيف سوسايتي، على الجماعة، على المجموعة. ده نظام ابتدعه الإنسان الإفريقي، عشان كده نحن ملعونين في كل الديانات الإبراهيمية، نحن ملعونين في الثقافة الأوروبية، نحن ما بيحترموا ثقافتنا، عشان كده بيأدلجوا
بيرحلوا المرأة السودانية، البنت السودانية بيرحلوها إنها تقتنع تماما ارتحالا من ثقافة المجموعة، الثقافة بتاعتنا الاشتراكية، الثقافة بتاع النفير التعاون لثقافة الفرد. دي نقلة خطرة جدا بتدمر المجتمع في الكور، بتضربنا في الكور، في العصب، في النخاع الشوكي. فدي مشكلة كبيرة جدا السودانيين ما منتبه لها. والحاجات دي بيعلموها في الجامعات السودانية للبنات. البنت أخطر حاجة في مجتمعنا ممكن يدمر المجتمع السوداني هو عملية استلاب المرأة البنت السودانية، لأنه ثقافتنا الثقافة النوبية الكوشية السودانية الإفريقية السوداء الزنجية بتتوقف على المرأة. المرأة بتلعب الدور القلب في الثقافة. ثقافتنا ثقافة أمومية أنثوية، ما ثقافة ذكورية زي الثقافة الأوروبية والثقافة العربية. دي ثقافاتهم ذكورية. عشان كده كبير قلت لك الثقافة العربية هي بتنتمي للحضارة، هي بنت الحضارة الرومانية، لأن كلها ثقافات ذكورية، ثقافات باترياركال. نحن ثقافتنا ثقافة ماترياركال كرشة، ثقافة أمومية بتعتمد على المرأة. المرأة هي رمز الثقافة الإفريقية النوبية الكوشية اللي نحن بنينا بها الحضارات دي كلها، لدرجة أنه المرأة النوبية كانت تعبد كإله في مصر. هاتور وأخواتها خمسة نوبيات كان آلهة بيعبدوهم الأسر المصرية، كل أسرة كانت عندها إله نوبية. يعني هنا بنقصد نوبية يعني إفريقية يعني سودانية. وفي أوروبا ليه يوم الليلة؟ ليه يوم الليلة في أوروبا مادونا السوداء، ستنا السوداء، ما دي سودانية اللي بيعبدوها الأوروبيين ليه يوم الليلة؟ لكن عندي قصة، يعني طالما أنت يعني خليتني أجتر ذكرياتي هنا في أمريكا. كنت بقرأ لأستاذنا ومعلمنا العظيم له الرحمة شيخ أنتاديوب من تجلياته وحاجاته الجميلة، فبيتكلم إنه هتلر كان بيشتم الفرنسيين، بيقول لهم أنتوا عبيد أفارغة، أنتوا أصلا ما من الجنس الآري. ليه؟ قال لهم بأمارة أنتوا عبدتوا الإله السوداء السودانية أزيس، إله سوداء أزيس أوزوريس حورس، الأغانيم الثلاثة للإله الواحد حقنا قبل الديانات الإبراهيمية بآلاف السنين. فهتلر بيقول للفرنسيين أنتوا عبيد أفارقة، والدليل أنتوا كنتوا بتعبدوا المرأة الإفريقية السوداء أزيس، وسميتوا عاصمتكم عليها باريس. باريس كلمتين، كلمة بار بمعنى معبد أو يعني محل الصلاة، وإيس اختصار لأزيز يعني معبد الإلهة السوداء أزيس. فيعني المرأة النوبية السودانية الإفريقية كانت رمز لحاجات كثيرة، للإيمان والطهارة والجمال والصدق ولكل القيم النبيلة. والحاجات دي زي، وفي حاجات كثيرة الواحد هنا عرفناه هنا في أمريكا، قرينا لعظمانا الأفريكان أمريكان. يعني في برضو دكتور كارل ساغان. كارل ساغان ده يهودي بتاع فيزيكس، كان عنده أستاذ بيدرس الفيزياء وعلم الكون، وكان من الناس اللي بيصمموا المركبات الفضائية، بالذات صمم فويجر 1 وفويجر 2 اللي طلعوا من مجرتنا حسا ودخلوا في الكون العميق. كارل ساغان في كتابه في كوزموس الكون بيقول الهندسة ابتدعتها المرأة النوبية الإثيوبية الكوشية الإفريقية السوداء، علم الهندسة. لكن نحن عرفنا من أساتذتنا ما بس الهندسة، الكيمياء، الفيزياء، الطب، كل الكوزمولوجي، علم الأكوان، علم النجوم، كل الحاجات دي تم اكتشافها في حضارة وادي النيل. فغيبوا عننا تعريب المعرفة، غيب عننا حاجاتنا الجميلة، فبقينا شنو؟ تابعين لما تنتج كرشة العروبة
نهضم ما تنتج كرشة العروبة، ونسينا حاجاتنا اللي بتقوينا وبتقوي النخاع فينا والأصالة والذات، وبتخلينا واقفين في أرض صلبة ما أرض منزلقة. تعريب التعليم، لأنه المعلومات دي ما موجودة باللغة العربية ولا حتكون موجودة في المدى القريب. فدي كانت مؤامرة عملها الخديوي عبد الناصر. فدي مشكلة كبيرة جدا. وأنا بشوف العساكر ديل اللي بيحكموا السودان، ولسه هيجي بعد برهان كمان هيجي واحد تاني، يعني ما حنخلص إلا الفرد السوداني، الشعب السوداني يتحرر ثقافيا، يتمركز في ثقافته، ما يبقى محمد أحمد، يبقى كوكوتية، يبقى سمل سركوتي، يبقى أدرو، يبقى كل الأسماء النوبية الكوشية النبيلة. والمرأة تبقى أمن شكيدو، أمن ريناس، وتبقى هاتور، وتبقى عزيز، يعني أسماءنا وحاجاتنا بتخلينا نتركز، يعني نكون في مركز ثقافتنا. لكن بدون ما نعرف تاريخنا الماضي، نحن بنكون زي كيس النايلو، لمؤاخذة زي كيس البلاستيك شايله الهواء، ما بيقرر مصيره، الهواء بتوديه يمين شمال فوق تحت، ما بنقدر نقرر مصيرنا، لأنه نحن أقنعونا إنه نحن ما قدمنا معرفة للناس. يعني إمحوتب الحكيم المهندس النوبي أول إنسان يعمل جراحات المخ سنة 2600 قبل الميلاد، 2655 ولا حاجة بالشكل ده، سنة 2600 قبل الميلاد، البنى الهرم المربع المدرج، كان رجل مهندس وكان طبيب وكان فيلسوف وكان كاهن. طبعا زمان العلوم كان الكهنة بيكونوا كل حاجة، الطبيب والمهندس وعالم الكيمياء وعالم الفيزياء، والإجريد ديل كلهم علماء، الإجريد ناس أفلاطون سقراط ديل كلهم درسوا في طيبة، لما كانت كيمت اسمها كيمت، ما كانت اسمها مصر ولا كانت اسمها إيجيبت. مصر كلمة يهودية من العبرانيين، هم سموه مصر مزرايم في الأسطورة الإبراهيمية. وبعدين إيجيبت كلمة إغريقية، اليونان هم سموا إيجيبت، لكن نحن النوبيين الكوشيين الأفارقة كنا بنسمي البلد دي كيمت، واللي هي جذر العلم، الكلمة بتاعت كيمستري جاءت من هناك من كيمت. فتغيير الحاجات وتقديم تراش ما تقدمه الثقافات الثانية ونحن نهضمه، ده بيضرنا. عشان كده نحن بقينا تابعين الليلة، تعاين لكل المثقفين السودانيين في التلفزيونات وفي الندوات في الزوم، ويقول لك العالم العربي ونحن في العالم العربي يا أخي نحن ما عالم عربي، ده عالم افتراضي في مخك، لكن نحن ما عالم عربي، نحن عالم افريقي، نحن أفارقة، نحن سود، نحن ما عرب. ما في حاجة ضد العرب والعروبة، انت الشخص الداير تبقى عربي ابقى عربي، ما في مشكله رغم سوادك وكل حاجه، لانه انت قطعت لسانك الافريقي، لكن نحن ما عرب، نحن شعب نومبي افريقي كوشي، شعب اسود، شعب زنجي. وبعدين الناس بيقول لك اي نحن، يقبل لك يقول لك نحن اي سود، ما في مشكله، لكن نحن ما زنوج. طيب الزنوج منه؟ قال الزنوج هناك جنوبيين وناس غرب افريقيا كده. بالله شوف يعني حتى يعني بيقوا يتلاعبوا بالالفاظ. كلمه زنج كلمه فارسيه معناته الانسان الاسود العبد، زي كلمه الاسود بالعربي، بالفارسي كلمه زنج، وبالاغريقي اثيوبيا نيجرو، وباللاتيني والروماني ايوه نيجرو وبلاك وحاجات زي. فبتذكر في الاوروبيين قالوا، هم المدرسة الأوروبية المركزية الأوروبية قسمت الأفارقة لسود بلاكس وزنوج. أساتذة المدرسة الإفريقية الأفروسنتريسيتي عظمانا علمانا الكبار تحدوا المسألة اللي قالوا لهم الاثنين واحد، أسود باللغة السود باللغة العربية، زنوج هي اللغة الفارسية بتعني نفس المعنى. فقاموا ركبوا موجة تانية، قالوا لا ايوه في افريقيا الناس سود وكفار. المدرسة الافريقية قالت لهم كلمة كفار دي كلمة دينية، كلمة
جاية من الديانة الإسلامية، المسلمين غير المسلم الماء من الديانات الإبراهيمية بيسموه كافر. ده ما ريس ولا لون ولا تقسيم. فدي المدرسة المركزية الإفريقية هي بتكشف خطل ودجل المدارس الثانية. يعني المركزية الأوروبية حاولت تضع لنا منهج للتاريخ وللعلوم الأنسنة بمزاجة وبعيونها هي، بالعيون الأوروبية. والثقافة العربية استقت نفس المنظومة كبنت للثقافة الرومانية. لكن نحن في المركزية الإفريقية بتاعنا عندنا إنك تعاين للعالم، تعاين لنفسه للعالم بعيون إفريقية، بعيون سوداء، ما بعيون زرقاء ولا عيون أي صفراء ولا أي حاجة. عيون إفريقية تشوف أنت إفريقي، أرفع راسك، أنت قدمت حضارة، فجر الحضارة للبشر. كل العلوم الحسة بتدرس هي نبتت عندنا في وادي النيل، كل العلوم التطبيقية. يعني احنا شاكرين لك كثير يا الأوروتانوت، ونحن صراحة الليلة استفدنا كثير ومن هذا اللقاء، وإن شاء الله هنتواصل في لقاءات كثيرة ونعرف عنك الكثير وعن ماذا تقول المركزية الإفريقية عن السودان ومشاكل السودان وتداعيات. شكرا كثير للاسترسال ولهذا اللقاء المثمر، وإن شاء الله يتواصل، وشكرا لك كثير. شكرا لزيارتك ولوجودك معنا. شكرا.